آخر أسبوعين وصرنا أربعة، كتير كتير مبسوطة أن أنا وصلت لهيدي المرحلة، لأنه أول ما فتت على البرنامج ما توقعت أبداً. في كتير أشياء تعلمتها بهالبرنامج وطورت حالي، يعني الفيديو الأول اللي عملته الفرق بينه وبين آخر فيديو كتير كبير. مرحبا، كم شاب وكم صبية، كيفكن اليوم؟ تمام. ليه؟ شو؟ أربعة صرنا، هذا يعني أنه نحن صرنا أقوى أربعة، ونحن هلا على باب السيمي فاينلز. مسؤوليه كبيره انه احنا اخر اربعه وصلنا البرنامج. انا صراحه ما كنت متوقع راح اوصل لهالمرحله، فالمسؤوليه زادت والضغط زاد، فهالاسبوع راح يكون اصعب اسبوع. فخور انه وصلت للمكان هذا بعد ما كنا 14 مشارك وصرنا الحين اربع مشاركين، فاكيد انك تخطيت مسافه كبيره وهذا شيء يعتبر مره قوي وحلو في نفس الوقت. جنان، منطقة الخطر، ليه بكيتي؟ لأنه ما كان بدي انحط منطقة الخطر مع عبد، ما بدي انزل ضده كان. بس انت بتتصوري انه كان لازم حدا تاني يكون قصدك بمنطقة الخطر؟ تماما، كنت لازم اكون مع حدا تاني، على الأقل كنت حسيت بمنافسة. بقول لكل يلي كتير استخفوا فيني أو باللي عم قدمه وإنه أنا من تاني أو تالت حلقة بدي أظهر، هنا كلهم ظهروا وأنا بقيت. بالنهاية أنا عم أخذ اللي عم أتعبه، يعني نحن ما كنا وصلنا لهون إلا لأنه نحن عم نتعب، وفعلاً نحن مستاهلين نكون بهذا المطرح. شو عم بيصير يا راشد؟ أنت المحتوى اللي بتقدمه حلو والطريقة اللي بتقدم فيها المحتوى حلوة كتير، بس كرسالة ما عم بتكون بقوة التحدي اللي عم بعطيه، وهذا اللي عم جرب أشرح لك إياه كل مرة. ساعديني. يعني هي تحكي لي كلام انه انا اوصل رساله، بس اللجنه هي يعني تشوف الفن اللي انا جالس اقدمه اكثر من انه ايش الرساله اللي اسويها، بما انه انا ما اتكلم في الفيديوهات فحسيت انه هذا مره شيء صعب، فانا لازم اسوي رساله، واللجنه محترضه بالشيء اللي انا اسويه قبل الرساله. راشد انا بشوفه شخص مبدع بس عم بكرر حاله بكثير فيديوهات. هذا الاسبوع بدي اشوف فيديوهات من الكل غير شيء. هيدا الاسبوع انا بدي اتحدى حالي، لأنه أنا حاطة براسي أنه لازم أقدم شيء كتير حلو يبهر اللجنة. التحدي ما رح يكون مع غيري، مع أصحابي، أنا عم بتحدى حالي لأقدر أطلع الأولى هيدا الجمعة. سمر خلص صارت تعرف حالها شو بدها تعمل، صارت تعرف تعمل مزبوط. نور الدين تطلع وبتنزل بس ترجع بتجلس. جنان بتكوني أنت مفكرة أنك عاملة شيء حلو، للأسف بيطلع مش قد ما هيدا. رح فرجيكي أنت وين غلطتي بالنسبة لأنا وياك شو حكينا وشو عملتي وراشد زيت الشيء. بنكون أنا وياك حكين بشغلة معينة، بتروح تعمل شيء بالمرة كتير غير عن شو حكين، بيطلع شيء مش قد الاكسبكتيشنز تبع العالم اللي عم يحضره. من هلا ورايح جنان وراشد بليز، وقت بقلكن شغلة اسمعوا مني. جاهزين للتحديات؟ أكيد في تحديين هذا الأسبوع مثل ما صرتوا معودين. جاهزين لأول تحدي؟ جاهزين. أول تحدي، في ضيفة رح تجي تعلن معي عن التحدي الأول، خليكم دقيقة رح روح جيب الضيفة. استغربت كتير أول شيء إنه هي لأول مرة بنجوم بلا حدود، في حدا تاني مع سليم بده يعطينا التحدي أو مين هو؟ توقعت إنه أحد من لجنة التحكيم إنه بيكون في يا رفا يا وائل أو السيدة هدون مثلاً عم بتقلنا الموضوع. وهل راح تجيب أحد من اللي فلوا؟ راح تجيب لنا مين يعني؟ ما أدري. عرفت بنت لان حاطه قراصه ولابسه شيء بينك هيك، فدغري عرفت الثيم.
تعرفوا على شوشو؟ أهلا. لما شفت معها شوشو توقعت إنه التحدي بيكون شيء عن الحيوانات. شوشو راح تكون عم تعمل الإعلان معي اليوم عن أول تحدي. تعرفتوا على شوشو اللي هي ضيفة التحدي الأول، والتحدي الأول هو عن الحيوانات الأليفة أو البيتس. أنا كثير بحب الحيوانات الأليفة وخصوصا الكلاب، لأنه عندي كلب بالبيت وهيك يعني بعرف أتعامل معها وبعرف شو الأشياء اللي بتحبها وكيف بتتصرف وهيك، فهذا الشيء بيساعدني بالفيديو تبعي وكثير مبسوطة بالموضوع. الفيديوهات تبعولكم بيكونوا حلوين مهضومين مع رسالة، أهم شيء مع رسالة، ولازم كل فيديو تعملوه بالنسبة للحيوانات الأليفة يكون فيه حيوان أليف. بتنقوا شو ما بدكم، بسينة، كلب، عصفور، سلحفات، شو ما بدكم، بس بده يكون في حيوان أليف بفيديو تبعولكم. حلو الموضوع وتقدر تسوي فيه أشياء كثيرة، بس إن شاء الله هالمرة بتكون فكرة يعني جديدة ما سويتها قبل وبتكون قوية إن شاء الله. أنا من قبل كنت بدي أعمل شيء عن الحيوانات بموضوع التنمر، وبعدين ما صارت لي الفرصة أقدم شيء، فما استغربت التحدي يعني موجود بعقلي بعده. حدا عنده أسئلة عن أول تحدي؟ تفضل نور الدين. الموضوع عن الرفقة بالحيوان ولا بيت بشكل عام يعني؟ لا هو فيه يكون هيدا ولا هيدا. مفتوح يعني. مزبوط مفتوح، عم نحكي عن الحيوانات الأليفة، بس ما ضروري يكون دراما إنه في ناس بتعني في الحيوانات، لا ما بدنا إياه هيك، بالعكس أكيد بده يكون كيوت، بده يكون إنه إذا واحد عايش لوحده قديش بيساعد الحيوان، قديش بيساعد الأولاد الصغار مثلاً، يعني بدنا نشوف أكثر عن البنفيتس إنه يكون حدا عنده حيوانات أليفة، مش إنه الرفق بالحيوان إنه ما تتركوا الحيوانات على الطرقات ونبكي عليهم، لا مش هذا هو المطلوب. حلو. ريحني هذا الشيء بالبداية، بعدين لما قلتنا إنه ما بدنا دراما وهالقصص صعبت علي شوي، فعم فكر بعدني. واضح منيح شو مطلوب منكم؟ واضح. اوكي، قبل ما نحكي عن ثاني تحدي فيكم فيكم توضعوا شوشو لأنه هي فيلة على بيتها عندها موعد. لا السينما دائما كل سنة في يمكن 10 أفلام البطل مالتها هو حيوان أليف، مئات الأفكار ومئات الأفلام مرت بعقلي، بس في فيلم واحد كنت حاطه ببالي قبل ما نجي اليوم الصبح وأكيد هو اللي راح أحكي عنه. شكلكم انبسطتوا كثير بأول تحدي. يس. بدنا نشوف قديش رح تنبسطوا بثاني تحدي. جاهزين لثاني تحدي؟ جاهزين. ثاني تحدي لهذا الأسبوع هو لسه في تحدي ثاني، شو معقولة يكون؟ أكيد رح يكون شيء مختلف تماماً عن الكيوتنس والحلاوة البيتس، فالله يستر. بدكم تحكوا؟ لك يلا سيلين قولي، احترقت أعصابنا. أكيد. أكيد. كل واحد بالفئة تبعيته أكيد. عن العنصرية. نايس. أو ريسيزم. حلو. كانت مبسوطة كثير، فجأة راحت الضحكة. ما معقول يخطر على بالي أطرحه بحياتي هالموضوع. فكتير استغربته لأنه يعني صراحة ما بحب المواضيع السلبية. ما حبيت الموضوع. حلو الموضوع، أنا ارتحت بالنسبة لإلي أهين من التحدي الأول. يعني الخيارات مفتوحة قدامي، أنا حرة شو ما بدي أعمل. يعني في حدا فينا ما مر بعنصرية يوماً ما. بينما الحيوانات الأليفة يعني موضوع محدود. كيف أوصل فكرة بالعنصرية؟ ممكن هذا شوي اللي ضايقني الموضوع. الفيديوز مفروض يكونوا ضد العنصرية. ما بدي إياكم تحكوا دراما. بديكم تحكوا شيء منيح تحفيز، مش انه نحكي عن العنصريه وتاريخ العنصريه وكيف بلشت وشو يعني عنصريه، ما بدي كل هدول. كلنا بنعرف شو يعني عنصريه، وبتصور كلنا بمره بحياتنا يمكن انواجهنا ولا انحطينا بمواقف صار في تمييز عنصري يمكن بحقنا او يمكن بحق ناس بنعرفهم. فكفكره الموضوع كلنا بنعرفها، كيف بنحكي عن الموضوع
شو بديكم تعملوا؟ ريسيرش. ريسيرش. سينما تحدثت عن كل المواضيع ومن ضمنها العنصرية، خصوصا السينما الأمريكية، لأن أمريكا مرت بعهود كثيرة من العنصرية. جتني أفلام كثيرة ببالي أتكلم عنها، مواضيع عامة، ولحد الآن ما محدد فكرتي، بس الحمد لله في أفكار. حدا عنده أسئلة عن تاني موضوع؟ أكيد. أكيد. أي نور الدين تفضل. يعني الفيديوز لازم تكون ضد العنصرية. أكيد. مش عن العنصرية. أكيد. وقت بيكون في موضوع بالفورم تبعيته سلبية، نحن بدنا نعالجه بطريقة إيجابية. إيجابية. دائما هيك. وضحت الفكرة؟ نعم. في بعد حدا عنده شي سؤال؟ كيف جرى ما عندكم سؤالات؟ يا أما ما فهمانين الموضوع يا كتير مرتاحين بالمواضيع. بتأمل إنه تكون الثانية، ما بدي انهيارات. حسيت إنه في التحدي الثاني صعب على سمر، لأنه الفئة حقتها يعني ما أعرف كيف تتكلم عن الموضوع هذا، وجنان حسها بتعيد نفسها في الموضوع يعني. أنا جدا مستعد، وأتمنى المركز الأول اللي أخذته بالحلقة اللي راحت يكون دافع قوي، وأشوفهم شيء لسه أجدد من اللي أنا سويته، ونوصل للمرحلة الأخيرة إن شاء الله. هيدا أكتر أسبوع بكون مستعدة فيه لبلش بحماس الريسيرش، وقدر أطلع بفكرة للفيديو ونفذ. وحب كتير هيدا الأسبوع أقدم شيء ولا مرة مقدمته، فكرة جديدة، فإن شاء الله خير. يلا let's roll. إذا شديت حيلي الأسبوع هذا إن شاء الله بتكون الأفضل لي. صرنا أربعة وما بقى في المزح أبداً، كلياتنا عم نتحدى بعض لنوصل. هاي، بعرفكم على حالي، انا اسمي إلينا حسيني، نائبة الرئيس جمعية بيتا. نحن عنا شلتر للكلاب وللبسينات. هلا اكيد في كتير كلاب وبسينات على الطرقات، وما فينا نساعدهم كلهم، ما في ولا جمعية بالعالم فيها تساعد كل الحيوانات، بس انه بنعمل قد ما فينا، خصوصا اذا كلب ضربته سياره مقوس مسمم، هو اللي اكثر شيء بناخذهم. جمعيه بيتا انا بعرفها من قبل، فلقاء اليوم مع إلينا كان كثير مهم، وكثير انبسطت انا تعرفت عليها شخصيا. كثير مهم انه يكون في اشخاص مثل إلينا عندهم هي النبل بشخصيتهم والانسانيه الزايده ليرفقوا بالحيوان ويكونوا كتير حنونين معه، لأن الحيوانات مسكينة ومخلوقات ما إلها حدا، ما إلها حدا يقويها أو يطعميها، نحن اللي لازم ندير بالنا عليها. المنيح بلبنان من أيلول 2017 صار في قانون للحماية الحيوانات. هذا القانون بيسمح كل واحد منكم إذا شفتوا حدا عم بيضرب كلب أم إذا حيوان تعرفوا، هذا لكم حق تروحوا تتشكوا عند الدرك وعن النيابة العامة. وقبل وقت كنا نروح على الأوتوستراد نجرب نقطع أوتوستراد نلم كلب أمسينة على الطريق، وإذا الناس بيجربوا يخبصونا كمان أم بيعصبوا منا، هلأ بيخففوا بيزقفوا لنا بيساعدونا، هيدي ما كانت تصير قبل. إحنا كمجتمع عربي مؤخراً صار عندنا اهتمام بالبيتس وبالحيوانات الأليفة، فشوف جداً مهم انه اشخاص مثل إلينا موجودين بمجتمعنا يهتمون بامور احنا يمكن ما نفكر بيها. كل الناس ما بتحب الحيوانات ام بتخاف منهم، نحن ما فينا نجبر حدا يحب حيوان، بس فينا انه بالقليله ما تاذون. مش ضروري تروحوا وتلبطوا الكلب ام تكبوا حجره عليه، خصوصا الاولاد. عشان هيك كمان بدا اهم شيء عم نروح على المدارس وعلى الجامعات، وعم بيجوا على الشلتر عنا وبيهتموا بالكلاب، بيمشون، بيسألوا سؤالين، بيلعبوا، بيرقدوا. عنا 640 كلب و150 سنة. أكثر شيء تعجبت منه إنه بالكمية هذه الحيوانات عندهم جالسين يعني يحفرون عليها، مرة أهنيهم على الشيء هذا. رح فرجيكم أول شيء الفيديو، وبعدين هيك فيكم تسألوا لي سؤالات، أوكي؟ شيء رائع كثير انه يكون في جمعيات مثل جمعيه بيتا يلي فيها اكثر من 700 حيوان، وكثير عملوا عمليات لكلاب تعرضوا لحوادث او لعنف.
الشيء اللي عم يعملوه إنساني ونبيل لأبعد درجة. احنا كسوشيال انفلونسرز اشوف اهم شغله لازم نتكلم عنها هي انه نخلي الناس تروح تتبنى الكلاب والقطط من ملاجئ مثل بتا. مو ضروري انه نروح نشتري، في حيوانات كثيره محتاجه الى منزل، محتاجه الى مأوى، وممكن احنا نوفر لهم اياها. شو احسن عمر ممكن واحد يتبنى كلب؟ اذا ناس بحياته ما كان عندهم كلب ام سينه بده يتبنوا، نحن بنقول لهم احسن تتبنوا كلب عمره اكثر من سنه ونص سنتين، لان بيكون ديجا مدرب. هلا انتم رح تعملوا كل واحد منكم فيديو، هالفيديو لازم تعطوا مسج. اهم شيء اللي بتعملوا للحيوان اذا بتفرجوا كل الاشياء البوزيتيف تا المجتمع يتقبله زياده. ثانك يو. اليوم اجتنا سيلين، وكل مره هي تجينا مع مفاجآت غير التحدي، فكنا متحمسين شو راح تسولف لنا. حابه انه احكي انا وياكم شوي عن برودكت بليسمنت، يعني وقتها بتجي شركه بتعطيكم منتج ولا برودكت بتطلب منكم انه تسوقوا لها اياه من خلال الفيديوز تبعولكم. التسويق بالنسبه للسوشيال ميديا انفلونسرز هو واحد من الامور المهمه اللي الكل يشتغل عليها، فبالنسبة لنا هذا الموضوع جدا مهم. فاللي رح نعمله رح أعطيكم كل حدا ورقة عليها منتج أكيد، فالبداية منكم هو إنه تاخدوا كم دقيقة حتى تفكروا كيف معقول هذا المنتج اللي قدامكم تفوتوه بطريقة معينة بالفيديوز. سمر شو فكرتك؟ فكرتي انه بتخيل تكون ماشي بمحل في حيط شخص عم يرسم على جرافيتي وما انه حاطط الكاسك، فانا بقرب وبحكي معه وبقول له انه هيدا الشيء مضر للصحه وبيأثر على الفموم. كل واحد منكم ما بعرف ليه اصر يعطيني فكره، ما حدا منكم قال لي ما بعمل فكره لانه هذا المنتج ما بيشبهني ولا بفئتي. فالدرس الاول اللي لازم نتعلمه وقت نكون عم نشتغل على برودكت بليسمنت هو انه لازم المنتج يكون بيشبهنا. طريقة سيلين لتخلينا نكتشف الأشياء كانت كتير ذكية، كتير حبيت شو عملت لأنه خلتنا نعيش التجربة، لأنه الواحد بيتعلم بس يغلط. تنرجع نعمل الأكسرسايز مزبوط. جنان والقلم بيكون في قدامي محبرة كلها حبر وعميقة، بشيل هالقلم وهيك بحطه بالمحبرة وبشيله هيك بين النقط تبع الحبر وبعدين بكتب هيك بخط عربي. شفتوا انه المنتج بيشبهكم، بس اول شيء فكرتوا فيه هو كيف بدي اسوق هذا المنتج، مش كيف بدي ادخل هذا المنتج بحياتي اليومية بطريقة مش هالقد in your face. اصلا اول مرة رح تعملوا فيديو بهذا الموضوع اذا عملتوه بطريقة تسويقية العالم رح تحبه، اعمل لكم اياها، فرح تتعلموا من اغلاطكم. انا هون شغلتي بس هيك صليت لكم ضوء على هدول الاشياء لحتى تجربوا تتفادوا الغلط. اوكي.